هما مشوا يا خدامك سيد الشحات. عشت الاسامي. ايه يا نهار اسود، ده انا قلت لك ان اسمي سيد. ابوس ايدك يا استاذ بيومي، لما فخر وريتاج يرجعوا ما تقولهمش ان انا قلت لك ان اسمي سيد. اسمهم فخر وريتاج؟ يا فندم. مين؟ وفخر بقى ابو شعر اصفر؟ لا، ريتاج ابو شعر اصفر. فخر ده اللي هو دماغه بليكسي. ريتاج ده اللي هو عامل بنت ده شعر. أيوة اصفر. ايوه، هو ابو شعر اصفر اللي عامل بنت. فخر ده بقى اللي هو دماغه سكوريت، اللي هو شبه همتي دمتي ده. يا ابني انا هتجنن اقول شبه مين من الزملاء. ايوه صح، هو بالظبط. هو ده بقى فخر بالظبط. والله يا استاذ بيومي انا خجلان منك جدا ومكسوف ورقبتي قد السمسمه، بس لولاش بس الظروف اللي احنا فيها دي ما كناش خطفناك. ولا يهمك، بس انا يعني ليا طلب تاني خالص بعيد عن موضوع الخطف ده. يا حبيبي ولا يهمك، عايز كام؟ لا لا خالص، مش فلوس يا استاذ بيومي خالص والله. انت عارف انا بحب حضرتك جدا، كنت لسه بقول لفخر وريتاج ممثلي المفضل والله، خصوصا دورك في حرب كرموز. يا لو تعرف كواليس العمل والناس تعرف الحب اللي كان ما بيننا عامل ازاي، في كيمياء غريبه بيني وبين احمد عز ده، سبحان الله. لا بس حرب كرموز ده كان امير كراره مش احمد عز. حرب كرموز، انا اسف اتلخبطت ما بينه وبين حرب ايطاليا. لا بس حرب ايطاليا ده كان احمد السقا مش احمد عز. خلاص بقى انا هفتكر ايه ولا ايه؟ انا ما اعرفش اساميهم، انا بعرف اساميهم اصلا بالتتر الفيلم بتاع. يا امال بتقول لهم ايه بقى في التصوير؟ ايه يا كابتن؟ وساعات ياه بتقول احمد عز يا كابتن. انما التاني بقى بقول له يا كابتن، عشان التاني انت عارف عنيف وممكن يمد ايده عليا وكده على طول. الله عسل استاذ بيومي، عسل والله. هو بس الطلب يعني، كنت انا بصراحه يعني انا عمري ما طلبت الطلب ده من حد، يعني اول واحد مشهور والله اطلبه منه. اخلص. انا يعني كنت عايز اتصور مع حضرتك صوره بس كده، احطها بروفايل يعني. ده انا ليا الشرف بس كده تؤمرني والله. بس اتصور ازاي وانا حاطط البتاع دي على يعني الناس مش هتصدق يعني. ايوه بس انا لو شلت الغمامه من على عين حضرتك هتشوف المكان وهتبلغ عننا، مش كده؟ برضه عندك حق، حقيقة كلام منطقي. يبقى خلاص بلاها الصورة مش مهم. لا 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 والنبي يا استاذ بيومي، ده انا بحب حضرتك جدا والله، بحب حضرتك قوي إيه؟ يعني هنعمل ايه؟ لا لا انا ممكن يعني ممكن اشيل الغمامة من على وش حضرتك، ناخد الصورة بسرعة واحطها لك تاني، بس توعدني لما اشيل الغمامة ما تفتحش عينك. حاضر، عينيا الاثنين. هتفضل مغمض؟ لا خلاص، عيب يا ابني انا صغير، انا من وانا طفل كده كنت نلعب استغماية كنت اوعدهم على طول. طب يلا يا استاذ بيومي، حضرتك شيل انت الغمامه وانا هصوت. شيلها انا؟ ايه ده، انت فتحت عينيك اهو برضه يا استاذ بيومي. خلاص بقى يا سيد بقى، يعني يرضيك اشيل الغمامه وافضل مغمض كده؟ ده حتى بقى ارتفيشال او الناس غريبه. بس ما تقولهمش لما يجوا انت فتحت عينيك. عيب. الله، النادي ده بتاع مين؟ النادي ده بتاع فخر الشحات اخويا. وعنوان النادي ده ايه عرب عشان عايز اشترك؟ النادي ده 24 شارع مزلان. فين المزلان ده؟ عارف حضرتك وانت طالع من نفق العمرانيه؟ فوت فجل. اول يمين تاخد بقى تاني يمين. الله، فخر وارتاج جمهم. يخرب بيتك، انت فكيته وقلت له على اسامينا؟ استاذ بيومي ده طلع عيل جدا بقى، كان موعدني اشيل له الغمامه وما يفتحش عينه، اول ما شلتها فتح عينه وجرجرني في الكلام. طب اسمع بقى يا عم بيومي فؤاد. الله، يا سيد انت قلت له اسمي برضه. لا لا لا، الراجل ده مش طبيعي. مش طبيعي.